بين أسرار المتاحف اقتنصنا كل آسر وجمعنا كل نادر. بين أسرار المتاحف عيننا دوما تسافر. بين أسرار المتاحف من نفيس أو ثمين من قديم أو معاصر جاء يهديكم متاحف كنزه مثل الجواهر. بين أسرار المتاحف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج متاحف. نتنقل بين المتاحف والمجالس التراثية التي تهتم بالتراث وجمع التحف وكذلك جمع الأشياء الأثرية القديمة. تهيئة مثل هذه الأماكن من أشخاصها وأصحابها ومن قام على هذه الأعمال هي هواية جميلة تعود بهم إلى عبق الماضي. الاهتمام بالتراث من الأشياء الجميلة التي تساهم في حفظ تاريخنا وكذلك حفظ هذه الأشياء الأثرية التي تعيد بنا إلى نفحات ونسمات الماضي الجميل. اليوم حنا في مجلس أبو عسل التراثي الذي زين من باب مدخل بيته إلى أن وصلنا إلى المجلس بماضي وزمن وحقبة زمنية مختلفة بالسيارات القديمة والكلاسيكية، المجلس أو المشراق التراثي الخارجي، المجسمات الخارجية اللي نشاهدها سويا، كذلك المجلس التراثي الذي استضاف العديد من الشخصيات الكبيرة من خلاله. ما ودنا نحرق عليكم ونقول لكم العديد والمزيد بإذن الله من خلال حلقتنا برنامج متاحف. فإلى هنا بين أسرار المتاحف. بين أسرار المتاحف أسرار المتاحف. أهلا ومرحبا بكم مجددا من داخل المجلس الجميل، مجلس أبو عسل. نرحب بصاحب هذا المجلس التراثي الذي سمي بهالاسم المشهور أبو عسل، واسمه الحقيقي الأستاذ عبد العزيز السليمي. أهلا ومرحبا، حياك الله، شرفتونا. يا أهلا وسهلا، يا مرحبا. الحب إليك أبو عسل ولا؟ والله ما أعرف أبو عسل، ما يحتاج. طيب قبل ندخل ونشوف سالفة المكان الجميل، ودي نعرف سالفة الاسم أبو عسل، وش قصته؟ والله كنا قديم يمكن فوق 40 سنة لعبنا مباراة مع فريق فيه يوسف الثنية وفيه لعب، المهم سجلت 3 أهداف، لأن في ناس من القصيم حاضرين مباراة قالوا هذا يشبه أبو عسل. اليوم الثاني جابوا صورتي الجريدة، الصورة فيها أبو عسل، هذا من التعاون، لاعب التعاون. يلعب التعاون هو رأس حربة، سجلت أنا 3 أهداف، قالوا هذا يشبه أبو عسل حق التعاون، وراحت فيني أبو عسل فوق 40 سنة. أبو عسل الحين عياله يلعبون في التعاون، عيال أبو عسل، عياله وراح أبو عسل في العمل في البيت، عيالي وعيال عيالي أبو عسل في العمل، تقاعدت لي يمكن 12 سنة 13 سنة في كل أبو عسل، خلاص ما يعرفون أبو عسل في كل مكان، صار اسم الشهرة أبو عسل. أبو عسل من فوق 40 سنة. ما شاء الله تبارك الله، الله يطول في عمرك ويحفظك أبو عسل، وإن شاء الله أنه يكون الاسم هذا شوي بدأ تراث عندك خلية نحل هنا وتبي عسل. أبو عسل، المكان هذا والمجلس اللي ما شاء الله من يوم دخلنا من عند الباب والسيارات كلاسيكية، البيت صح أنه جديد وتصميم عمراني حديث، لكن من دخلنا تحس أنك حقبة زمنية مختلفة، يعني من السيارات من المشراق اللي برا. ودنا تعطينا كيف جت هالفكرة ومتى بدأت؟ والله السيارات كنت أزور عبد الله أبو دبيك. عبد الله أبو دبيك عنده استراحة حدود 2000 متر، هو توفى الله يرحمه، عنده فوق يمكن 140-150 سيارة، هو أكثر يمكن الوحيد في المملكة السيارات. توفى
ابو ديبيك، والحين اللي ماسك السيارات اخوه احمد سلطان. انا اخذت الخبره من ابو عبد الله ابو ديبيك واخوانها احمد وسلطان، وعندي بعد ابو ناصر النهاوي برضه، يعني لاني يعني توني جديد في السيارات. سبق ان استضفناه ابو ناصر يعني. اي ابو ناصر يعني اي سياره اشتريها كدلك ولا كلاسيكيه سياره اكلم ابو ناصر ولا اكلم ابو عبد الله احمد ابو ديبيك ولا اخوه سلطان، لان ما عندي خبره فيها، لان السيارات ذي يعني ما هي بسيطه، موديلات وشنوعها وشغاله تراثيه اقتناء مختلفه السيارات القديمه هذه ما شاء الله. يعني طبعا داخل طيب المجلس هذا كيف جت الفكره، كيف بديت تجمع من السيارات الى ان وصلنا هالمكان؟ التراث انا يوم تقاعدت من يجي 14 سنه ادخل سوق الزل، ولد عمي يبيع عود يعني في سوق الزل وساعات والماس كل شيء، دليت اروح معنا قعدت معاه سنه بس اتفرج على سوق الزل البيع والشراء، لين حطيت لي مجلس تراثي. كنت اول في الدرهميه، عاد انا لي هنا يمكن لي 3 سنوات هذا البيت فله واستراحه لي 3 سنوات بس. انا الحين يعني الحمد لله يعني ما امدح نفسي، انا اجهز متاحف، اجهز متاحف، احد يبغى متحف يبغى حاجه اجهز من الى من اول لين اخر شيء. يعني مو بس تجهز لنفسك، حتجهز للناس. انا اغرب يعني اجهز، صارت مصدر رزق رزقي الهوايه ما شاء الله. ونشتري متاحف يعني نشتري متاحف، وعندنا وعندي سوق في سوق الزل الحراج على مستوى المملكة، حقين حائل يجوني، حقين القصيم، حقين الحسا، حقين الخرج، كله اللي يجي عنده بيعات يكلمني يقول تعال ابو عسل نبيع حرج عليها، تعال جيب زباين. انا اروح عندي مثلا يصير واحد عنده متحف، انا اسس له متحف، اسس المتحف، ولا احب اني اطلع ولا اقول اني ابد، انا اساعد، واللي واحد يزبط متحف اساعده اعينه، زي فهد القنوف الحوطه لين جاني هنا، عنده يمكن ما في الحوطة اللي هو الوحيد المتحف، كل العالم تجي لين جاني فينا أي شيء يبيه. أنا عاد هو حبيب وطيب إن شاء الله أنه يكون معنا برضو في بعض الحلقات القنور بفاي ما شاء الله. إيه بإذن الله في الحوطة أخو. إيه ورحت رحت النهاية وإنت ما شاء الله النهاية ورحنا. إيه سيارات ومتحف. نعم ما شاء الله ومتحف. إيه وإن شاء الله أنه ما شاء الله عجل عليه أبو عسل له لمسات في أغلب المتاحف اللي يعني أغلب المتاحف 70% اللي ينبغوا حاجة عندهم، يبغون أي حاجة أنا أمنها لهم من أي مكان، من جدة، من عندي في خالد المطرود في حائل برضه ما شاء الله. بين أسرار المتاحف. طيب أبو عسل، الحب هذا للتراثيات هل هو موجود في العائلة مسبقا يعني وراثة، ولا جاي يعني من اهتمام خاص بس في أبو والله عسل؟ والله أنا لاحظ المتقاعدين أخويانا كلهم عودوا المتاحف، بعدين تحس يعني واحد عمره 60 ولا 65 وش يسوي؟ لازم تحط لك متحف، تحط لك جلسة شتوية صيفية، توسع صدرك تونس، حتى عيالك ينبسطوا. وبعدين فيه رزق ما شاء الله، فيه ترى فيه سيوف ثمينة، وفي بنادق في سيوف على 70,000 على 80,000 ذهب وفضة، وفي بنادق. غير انها تكون إن فقط للجلسة او للاستمتاع والحب والهواية، ايضا مصدر رزق. فيها رزق الحمد لله، فيها رزق، فيها خير ما شاء الله. طيب ابو سعد، ابو عسل عفوا، بسألك عن يعني اهم او خلنا نقول اغرب واقدم الاشياء اللي موجودة عندك. انا والله شوف، انا عندي مجلس لي خاص. ايه انا يعني قليلة اقتني قليل. لان تيجي عندي قطع ثمينة نجدية ابيع انا، يعني ابيع لان جاني احد ما رده في البيع، لان اي كانوا من ثلاث شهور ما تخش الاستراحة. قروة واشياء وصناديق سيسم ما شاء الله ومناحيز، اشياء يعني قديمه لاني حطها برا. انا قاعد لي 4 5 6 سنوات ادور لي فله واستراحه لين لقيت هذه اخذتها شريتها من ولد عمي. انا ابغى خلاص تقاعد، شو اسوي؟ لازم توسع صدرك وتونس. وبعدين تحس يعني في المجلس اللي جلست، ادلال، المحاميس، السيوف، انا باريك، شوف ما شاء الله ما شاء الله يعني تحس. يعني صدقا يعني ما شاء الله، غير انه هو فعلا مزدحم لكن بشكل مرتب بشكل انيق. الاشياء التراثيه اللي موجوده اللي في السقف انا توني والله انتبه لها وبتاشر عليها شدتني، كذلك الدلال هذه اللي موجوده والصور اللي داري. انت يعني يجوني ناس، هذا اللي بسالك بقول لك، يعني انا يجوني ناس ما اتوقع، انا يجوني ناس لين يجلسوا ما دريت. انا جاني واحد يعني مسؤول يوم من اسبوع، رحت انا في مزرعته 20,000، قال مسوي بيت كامل، قال ابغاك تزبطه تاثه كله. قلت ابشر، قال بس شهرين اثه.
ويعني يجوني ناس ما احتاج اذكر اساميهم، وجاني ماجد عبد الله هنا وجاني العويل. انا ابغى اشوف يعني اسماء وابرز شخصيات زاروك ابو عبد الله عبد الله جاء واجد شخصيات ما يحتاج اقول اساميهم، جاء يعني مسؤولين ما شاء الله يعني يجون ينبسطون يستمتعون. يعني يجي بعضهم لين شاف المجلس قال ابغى زيه واجد اسوي انا اظبط له بد على يبي نص نص على على قد يعني اللي يبيه يعني يستمتعون بعضهم ساعة صدر بين اسرار المتاحف. هل اهتمام يا ابو عسل عندك ابناء ما شاء الله؟ اي عندي. نقلت لهم هالاهتمام وهالحب؟ والله في على ما بهم المتاع لينهم بيلعون ايه لينها تخس المتاحف يعني اللي بيسوي متحف بس انهم يجون عيالي جو ربعهم يجون هنا ما شاء الله. حتى البنات عندي لين جاء عندهم احد قالوا حتى كان عندي اول قروات ومناحيز يعني قالوا يا ابوي هذه يعني استراحه بيعناها يعني بيعتها يعني زي استراحة حتى عيالي يعزموا جاء عندهم ضيف ولا شيء يعزموه في الاستراحة عاد اخلي مع راحتهم والبنات كل شيء. واخوياي اخويا مثلا قال عندي عزيمه عندي ذا قلت الله حيك ابد يجي ويا ربعي يعني اصبح معلم من المعالم معلم وزياره يجون اخويا يعني مره زياره لربعنا واخويانا الله يبارك لك واللي بي اي واحد يبي اي حاجه انا اساعده فيه اي اي معاون يعني اللي بيزبط متحف ولا بشيء ابد. وانا ترى يمكن خبير في الدلال يمكن في المملكه كلها اي دلال يجيبونها لي انا اقيمها واعرف كم سنه عمرها وش الدله هذه حسويه قرينيه. حنا من هالمنبر نقول ابو عسل ترى يعتبر علي من المراجع اللي عنده دلال اللي عنده متحف وده يجهز اي شيء اي يستفيد من يعني واجد يصورون لي في السناب يعني الدلال والشيء اعلمه اقيمه لهم وسط نصوي الدلال انواع في قرينيه في وكيف عمان. كيف كسبت هالخبره يا ابو سعد؟ والله انا اول ما دخلت انك كنا ترى في مجلس ابو سعد ابو عسل ابو عسل انا اقول ابو سعد ابو عسل انا كنت اول ما دخلت سوق الزل احب الدلال انا خلاص انا يعني معروف ابو عسل حتى في السوق لين جد دلال قالوا تعال ابو عسل طلعها ثمنها لنا سمها افتح بابها الدلال يعني صعب انك يعني هذا من الله يعني زي الموهبه موهبه الدلال. طيب ايش انا دخلت اكثر من متحف اشوف الدلال هي من اكثر الاشياء اللي موجوده صدقا يعني او يهتمون فيها المتاحف يقول لك هذه دلة عثمانيه او هذا دلال مثل الملك سعود قرشيه مكتوبه وتكون حتى حجمها كبير شوي وواضح لها انها قديمه. ليش الاهتمام في الدلال؟ الدلال هي يعني لو تلاحظ زبده المتاحف الدلال الدلال وباريك والمحاميس والبارد هذه يعني المتحف اهم شيء يصير فيه دلال. نشوف الكمار لازم يصير مليان الكمار لازم يصير مليان دلال هو الدلال معروف. بعدين انواع الدلال في عراقيات في عليان في قاسم انواع الدلال ما والله الحديث معك شيق يا ابو عسل وما ودنا انه ينتهي لكن احنا بننتقل الان سويا احنا وياك مع المشاهدين نتجول في هالمكان الحلو برضو نطلع برا للسيارات حتى يعني يسمعون بعض الشروحات عنها بعض القصص اللي تحكيها هذه المقتنيات. لا تبعدون أبو عسل بيمتعكم في هالحلقة خلوكم قريبين. حياكم الله. بين أسرار المتاحف أسرار المتاحف. حياكم الله. هذه زمازم حدود 15 زمزمية اللي لها 35 سنة اللي لها 40 سنة اللي لها 20 سنة ومجوز وهذا طول عمر ترمس ترمس الأولين هذا ترمس فوق 25 سنة وهذا رادو حدود عمره حدود 40 سنة وهذا تلفزيون ملون وهذا الدباب الخريق القديم هذه كانت العاب الاطفال اول في البقالات والمحلات يعني عمرها فوق 30 سنه 35 سنه في 40 سنه وهذه دلال رسلان هذه دلال رسلان وهذه قرشيات هذه مصلحه على قرشيات الحسن
هذه قريشيات هذه، وهذه شنطة العروس، شنطة العروس قديمة، وهذه المئوية، هذه زمازم المئوية عمرها فوق 100 سنة صلحوها المئوية، وهذه كرنفيهات برضو قديمة، وهذه برضو هذه أطياب قديمة، هذه أطياب قديمة عمرها فوق 30 سنة 40 سنة، هذه بقعات الأولين بيبسي وكولا وبيرندا منوعة من جميع البارد، وهذه غضارة أم كوير يسمونها، هذه يحطون فيها اللبن يحطون فيها الشاهي، وهذه طول العمر هذه هدية الحرمين، كانوا اللي يروحوا مكة يجيبونها هدية الحرمين الشريفين، وهذه برضو هذه زمازم، هذه الزمازم أنواع الزمازم، هذه أنواع الزمازم القديمة، وهذه دلال رسلان، هذه دلال رسلان، هذه دلال رسلان، هذه طقم دلال رسلان طول العمر، وهذه كانوا الأولين في البقالات والمحلات عمرها فوق 35 سنة 40 سنة منوعة، يمكن حدود 40 نوع ميداليات، وهذه طوفرية صغيرة برضو، هذه طوفرية صغيرة حقت الأولين. بين أسرار المتاحف هذه دلال بغدادية، هذه يجي منها أنواع دلال، يجي فيها عليان، يجي فيها مهدي صالح، دلال بغدادية أنواع، أنواعها كثير، يمكن 6 أنواع 7 أنواع، يجي مهدي صالح، يجي عليان، يجي قاسم، ويجي عراقيات برضو، يعني أنواع وأشكال دلال بغداديات، وهذه برضو هذه عمر رسلان، هذه دلال عمر رسلان، هذه اللي يشتغلها عمر رسلان من حدود 90 سنة، هذه في سوريا يعملها عمل رسلان وعمل إبراهيم وعمل كادي وعمل الباني، أنواع يعني اللي يشتغلوا الدلال أنواع وأشكال اللي يشتغلونها، وهذه الزمازم يكتبون عليها أهلا وسهلا برضو قديمة، ذا الزمازم قديمة مرة، وهذه برضو المدينة المنورة هدية الحرمين الشريفين برضو، هذه وهذه كلها ألعاب، وبرضو هذا للحليب يصلحون، كان فيه حليب حطوا من كبير وصغير، وهذه دلة برضو هذه دلال رسلانية تيجي غطاها أصفر وهي فضية، هذه من أنواع دلال رسلان، هذه الدلة من أنواع دلال رسلان، وهذا طول عمر هذا قديم مرة، هذا برضو ذا البكم مسجل، ذا قديم فوق 40 سنة عمره هذا البكم، وهذه طول عمر هذه أباريق الحليب برضو قديمة، هذه نستخدمها كان أول أباريق الحليب قديمة مرة أباريق الحليب، هذه كور قديمة فوق 40 سنة عمارها، هذه جاية كور وهي رادو أشكال رادو، وهذه أباريق، هذه أباريق قديمة مرة، هذه الأباريق فوق 40 سنة عمارها، هذه الأباريق هذه تجي يطقم 3-4 مع بعض الأباريق، وهذا يطول عمر يسمونه عقال فيصل، هذا يسمونه عقال فيصل، هذا العقال الصغير هذا، وهذا بريق برضو هذا حق الحليب يسوون فيه الحليب أول، بس هذا مصغر ولا نفسه يسوون فيه الحليب ذا البريق، وهذه طول عمر هذه بريق الحليب برضو، هذه بريق الحليب، هذه بريق الحليب. أسرار المتاحف بين أسرار المتاحف، هذه طول العمر هذه عصا عزيزة عليه غالية مرة، هذه توفت الوالدة يمكن من 12 سنة 13 سنة، قلت أنا ما أبغى إلا عصاها بس، شفا عندي من 13 ولا فرط له يطق فيها وش، وما هذه عصا الوالدة طول العمر، وهذه مطارة يسمونها مطارة حقت الأولين، مطارة هذه
هذه حقت المويه يحطون فيها مويه حقت الاولي مطار قديمه. وهذا طول عمره كهربان، هذا كهربان اول ينطفى الكهرب ولا شيء، اول الكهرب يصير ضعيف لين ينطفى استخدمه ذا الكهربان، ذا الكهربان طول عمر. وهذه توصيله قديمه برضو ذي، لا يمكن 20-25 سنه، توصيله قديمه مره ذي توصيله ما شاء الله. وهذا برضو حق المفاتيح، هذا حق المفاتيح، هذا حق المفاتيح قديم مره. وهذا طول عمر مشط، مشط هذا يستخدمونه الاولين مشط قديم مره. وبرضو هذه توصيله، هذه توصيله قديمه. وهذا جاي على شكل بيت قديم اثري قديم، بيت مره قديم. وهذه زمازم، هذه برضو كلها قديمه الزمازم ذي. وهذه كان هذه يمكن هذه اغلب يستعملوها. وهذه يا طول عمر محاله، هذه محاله يا طول عمر، هذه حقه البير. وهذه محاله، محالتين هذه يا طول عمر محالتين. وهذا اللي فوق ميزه، هذا حق المواليد اللي ولدوا يجيبونه. وهذا الثوب هذا يا طول عمر حق ولدي، هذا حق ولدي الحين، ولدي عمره 39 سنه، هذا ثوبه، هذا ذكرى عندي ذا الثوب، الولد عمره 39 سنة. بين أسرار المتاحف المتاحف. هذه السيوف 6 سيوف، هذه هذه من أندر السيوف. وبعدين السيوف ما شاء الله عليها آيات قرآنية، هذا لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا إن ينصركم الله فلا غالب لكم، هذه من أندر السيوف اللي موجودة عندنا في السوق ومرغوبة وكل يقني هذا السيوف. هذا عقد قران زواج عمره حدود 50 سنة، هذا عقد شوف عليه ختوم كم ختم، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، هذا فوق 50 سنة عمر ذا العقد. بين أسرار المتاحف أسرار المتاحف. وإن الحين جينا مع السيارة القديمة، وهذا كدلك موديل 1975 لونه عودي ومن أندر الكدالك، هذا كان يكدون عليه جدة والمكة هذا الكدلك. وبعدين لوحته مميزة، لوحته نفس موديله 1975 لوحته من أندر. وبعدين طوله ما شاء الله يعني نادر، طوله حدود 6 متر، 6 متر وضخم مرة ضخم يعني. عليه مكينة 400، مكينته 400 واقف من أندر المكاية مكينته. وهذا شوف الليت موديله 37، موديله 37 ومكينته 6 سلندر مكينته. وبعدين هذا كلاسيكي من أندر السيارات الكلاسيكية، يعني شكله غريب، شكله ما يركبونه إلا الملوك ما شاء الله. وبعدين نادي مرة برضو. هذه شفليت 48، وهذه موديل 37، هذه مكينتها 6 سلندر وهذه 8 سلندر، بس هذه 37 أضخم من 48. وهذه السيارات اللي عندي الثلاث أقنيها قني أنا، لا أبيع فيها ولا أشتري، هذه اقتناء عندي. بين أسرار المتاحف. إذا مشاهدينا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا من برنامج متاحف، والتي كانت هنا في مجلس أبو عسل التراثي، اسم على مسمى أبو عسل، هذا الاسم القديم والمعروف في سوق القطع الأثرية والتراثيات والمتاحف. أبو عسل
جمع بين الأمرين، بين حبه وهوايته لهذا الأمر، وزين مكانه وبيته ومجلسه الذي أصبح مزارا لعدم شخصيات المهمة الذين يستمتعون بالجلوس في هذا المجلس. وكذلك أصبحت هذه الهواية مصدرا للرزق لأبو عسل، أصبح اسما معروفا في مجال أو في سوق القطع الأثرية والتراثيات والمتاحف، من تجهيز واقتناء القطع الأثرية وكذلك بيعها في أسواق التراثيات والقطع الأثرية في المملكة العربية السعودية. الكثير من أبو عسل في مملكتنا الغالية المهتمين بالتراث والقطع الأثرية وبالمتاحف، بإذن الله ستكون عدسة برنامج متاحف منبرا لهم، وبإذن الله تكون الحلقات القادمة في أماكن مختلفة. نلقاكم وأنتم في خير وفي صحة وعافية، في أمان الله. أسرار المتاحف عيننا دوما تسافر، بين أسرار المتاحف من نفيس أو ثمين، من قديم أو معاصر، جاء يهديكم متاحف كنزه مثل الجواهر، بين أسرار المتاحف.